قال ربكم معنا في موضوع تعريف النباتات، النباتات الزينة والنباتات البرية. عندنا اليوم نوع من الصبار، القنفذ المزهر، استوطن الأرجنتين ومحافظة سالتا وتوكمان على ارتفاع تتراوح بين 500 و1000 متر عن سطح البحر. نبات يستخدم كنبات زينة، بس في شوك، لكن زهوره جميلة. ينمو النبات الصبار قنفذ المزهر بشكل فردي أو في مجموعات تصل براعم الكروية إلى أسطوانية قصيرة ذات لون الأخضر الداكن إلى ارتفاعات تصل إلى 75 سنتيم، بأقطار تتراوح من 12 إلى 15 سنتيم. العمو يستخدم كنبات زينة، منتشر حول العالم كنبات زينة. لمزيد من المعلومات الرابط أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد، والسلام.